c'était les finales sol, dites médaille fiddia. Je suis quand même un peu déçue parce que j'ai raté la médaille d'or de justesse, mais alhamdoulilah. حصلت على الميدالية الفضية في جهاز العمود الثابت. حصل لي أني فرحان كي مديت ميدالية جديدة للمنتخب الوطني، والحمد لله وإن شاء الله مزيد من النجاحات إن شاء الله. اتحادية قامت بالدور فعال من التحضير لهذه المنافسة، ونشكر الوفود الذي شاركت معنا في هذه البطولة العربية للطبعة الثالثة.